أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم نتساءل فيها ماذا وراء مرسوم تبون لتوسيع صلاحية مصالح الرئاسة قبل عام من الرئاسيات. إذن وقع تبون مرسوما رئاسيا بدا بشكل مستعجل حسب متابعين يتضمن إعادة تنظيم وتوسيع مصالح رئاسة الجمهورية. المرسوم صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. التنظيم الجديد تغيير جوهري يمنح مؤسسة الرئاسة هياكل جديدة وصلاحيات واسعة، وخاصة لأمين عام الرئاسة ومدير ديوان الرئيس. المرسوم يحول رئاسة الجمهورية إلى ما يشبه دولة أو حكومة موازية بحسب معلقين. تغييرات كبيرة تثير جدلا وتساؤلات، وما إذا ستؤجج حسب متابعين الصراع المحتدم بين العصب داخل السلطة قبل عام من الانتخابات الرئاسية والجدل حول العهدة الثانية لتبون. بداية، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي متعلق بإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية. المرسوم الرئاسي الموقع من طرف السيد رئيس الجمهورية يهدف إلى تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وتحديد صلاحياتها، حيث تتكفل مصالح رئاسة الجمهورية الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية بالمتابعة والمشاركة في برنامج السيد الرئيس وتوجيهاته وقراراته، كما تضمن مصالح رئاسة الجمهورية متابعة الشؤون الاقتصادية والنشاطات الحكومية والقضايا السياسية والمؤسساتية، وتقدم عرضا حول تطوراتها. يوقع مرسوما رئاسيا يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية. المرسوم صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 من سبتمبر الحالي. التنظيم الجديد تغيير جوهري يمنح مؤسسة الرئاسة هياكل جديدة وصلاحيات واسعة. ديوان، أمانتان عامتان للرئاسة والحكومة، مستشارون، مفتشية عامة وكتابة خاصة. ويسلحها بجيش من المديرين ونوابهم والمكلفين بمهام ودراسات والإداريين والتقنيين. وحتى المهام المتعلقة بالأمن والدفاع تسند إلى مستشار لدى رئيس الجمهورية. هياكل تتمتع بصلاحيات استشارية وتنفيذية ورقابية تطال مختلف مجالات النشاط، وتساعد رئيس الجمهورية عند الحاجة في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية. المرسوم يحول رئاسة الجمهورية إلى ما يشبه دولة موازية بكل مؤسساتها وهياكلها وفق مراقبين. مؤسسات تؤدي دور الحكومة بمختلف وزاراتها وقطاعاتها، ودور البرلمان بغرفتيه برأي معلقين. وتعنى بالشأنين القانوني والقضائي والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات. تغييرات كبيرة ستؤجج وفق متابعين الصراع المحتدم بين العصب داخل السلطة. معنا في نقاش عبر خدمة سكايب وعبر الهاتف من الجزائر بداية محمد قندوز الأمين الوطني للإعلام بحزب الكرامة من تيارت، وعبر خدمة سكايب من مونريال سعد كرميش المختص في تأميني من المخاطر. نبدأ من الجزائر. سيد محمد قندوز، ما رأيك؟ ماذا وراء هذا المرسوم من تبون لتوسيع صلاحيات مصالح الرئاسة قبل عام من الرئاسيات؟ هناك من علق بأنه صلاحيات واسعة ويعني ما يشبه دولة أو حكومة موازية بحسب معلقين. ماذا وراء هذا المرسوم؟ السلام عليكم الأخ جمال. السلام. تحية لك ولضيفك الكريم. احنا في حزب الكرامة شفنا هذا الجديد يعني فيما يخص الصلاحيات التي أعطيت في مصالح الرئاسة، يعني شفناها عادي جدا. يعني هذا تنظيم لرئاسة الجمهورية وتوزيع المهام
يعني هي مجهودات يعني يقوم بها القائمون على الشأن يعني في الجزائر وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية. وكما تعلمون أن السيد تبون يعني التكوين تاعه يعني في الاختصاص يعني الاقتصاد يعني بالنظر إلى كل يعني المهام التي زاولها يعني تقريبا منذ عقود من الزمن يعني وهو يعني يتدرج يعني في المسؤوليات يعني من كاتب عام إلى والي إلى وزير إلى رئيس حكومة إلى غاية انتخابه يعني رئيس للجمهورية. وبالتالي يعني نشوفوا احنا في حزب الكرامة أن هذه الصلاحيات التي يعني ظهرت يعني في المرسوم الأخير للجريدة الرسمية نشوفها يعني من جانب الإيجابي هو أنه يعني في توزيع المهام هناك يعني تقريبا يعني في منفعة يعني في توزيع المهام وفيها يعني جدية يعني يعني لتطوير عمل الحكومة ولمتابعة كل المهام يعني الموجودة يعني في الحكومة الجزائرية. ولهذا فإحنا نشوفها يعني من باب أنها يعني إجراءات تؤكد الحرص يعني الدائم للدولة الجزائرية على متابعة المشاريع وعلى تنفيذها يعني بكل يعني احترافية. ويعني ويبدو الأمر يعني عادي جدا بالنظر إلى كل الإصلاحات يعني التي تحدث حاليا يعني في جديدة. ولهذا فهذا أمر عادي جدا. يعني البعض يراه يعني كما يعني ذكر في تقريركم من عدة زوايا من خلفيات معينة يعني في بما أن يعني الساحة يعني الساحة الداخلية يعني في الجزائر يعني لها شوفوا فيها إحنا يعني راها في يعني في المجهر من طرف الـ كل يعني المتابعين للشأن الداخلي. ولهذا فعكس ما ذكر يعني في التقرير إحنا نشوفه هنا يعني في الجزائر يعني أنا متواجدين ورانا نتابع يعني في الشأن الداخلي هي إجراءات عادية ونثمنها يعني إيجابية يعني في توزيع المهام يعني وحرص على متابعة كل كبيرة وصغيرة يعني في الشأن الداخلي. طيب المهام يعني أقرأ عليك وعلى المشاهدين مهام توزيع المهام حسب المرسوم. مهام مدير الديوان يعني مهام كبيرة جدا. تكليف مدير الديوان رئاسة بدراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها، يعني ماذا عن وزير خارجية؟ المفروض تكليف مدير ديوان الرئاسة بمتابعة النشاط الحكومي والقيام بتحليله وتقديم عرض حال بذلك إلى الرئيس، أليس هناك وزير أول؟ قد يتساءل بعض. تكليف مدير ديوان الرئاسة بتنسيق وتنشيط نشاط المستشارين، طبعا عدد كبير المستشارين في الرئاسة كذلك. تكليف مدير الديوان بإعلام الرئيس بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتطورها وإمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ هذا القرار. يعني بعد كل 3 سنوات من رئاسة تبون يعني هل بحاجة إلى مدير ديوان ليعطيه وضعية البلاد؟ مهام ديوان مدير الديوان متابعة الرأي العام حول القرارات الكبيرة وضمان التواصل مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية، هذه من بين أخرى. مدير الديوان تحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى تعريف بتعليمات الرئيس. تكليف مدير الديوان رئاسة بمتابعة ومعالجة عرائض المستثمرين، إلى جانب مهام أخرى للأمين العام لرئاسة الجمهورية. والله الأخ جمال، مؤسسة الرئاسة هي مؤسسة قائمة بذاتها، وإذا كان يعني وين حدث هذا الصلاح استحداث المهام الجديدة وهذه الصلاحيات الجديدة، فنحن متأكدون يعني ويعني ونعرفوا باللي هي من أجل الإصرار على يعني المضي قدما يعني بكل ما تقوم به الجزائر الجديدة وكل ما تقوم به يعني المصالح يعني المعنية من أجل الدفع بعمل التنمية. احنا نشوفها إيجابية. لماذا؟ لأنه في توزيع المهام وفي يعني احترام أهل التخصص يعني في كل يعني مجال معين يعني في الحكومة الجزائرية احنا نشوفها حاجة إيجابية. لماذا؟ لأنه المهام
والطموحات كبيرة جدا، ولا بد لها يعني من توسعة، لا بد لها من 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 مهام يعني أو امتداد يعني المهام. إحنا ما يعني البعض يقول أنها ممكن أنه ابتدعت هذه المهام، ونحن نراها يعني إضافات إيجابية، ويعني لمؤسسة يعني الرئاسة يعني كل الحق يعني دستوريا في أن تستحدث هذه المهام وهذا يعني المختصون يعني اللي راهم حاليا في مهامهم الجديدة. والمهمة واحدة والغاية واحدة، وهي يعني المضي بعمل التنمية يعني بكل تفاني وبكل يعني دراسات يعني في التخصصات المعينة. كذلك إيمانا منا بأن الرئيس تبون يعني هو رجل دولة ومارس يعني مسؤوليات، ومارس يعني تقريبا هو يعلم بكل خبايا عملية التسيير، وتقريبا الإدارة الجزائرية يعني هو راها حياته يعني يفوتها في الإدارة الجزائرية. ولهذا فبالنظر إلى التجربة التي يمتلكها الرئيس تبون، ونشوفه حتى من جانب القانون، من جانب الدستور، يعني كلها مهام وصلاحيات يعني دستورية وصلاحيات يعني تخص يعني الشأن الداخلي والشأن تاع التسيير تاع الدولة الجزائرية. ولهذا فنحن يعني ممتنون لهذه التغييرات التي تحدث حاليا في يعني هذا الحركية للتسيير، والحركية يعني لمواصلة عمل التنمية نشوفوا فيها يعني يعني إضافة وتثمنون. سعد كرميش، ما رأيك؟ تغيير عادي وتوسيع صلاحيات عادية، بالعكس لتحسين الأداء يقول سيد محمد قندوس. لماذا يعطى كل هذا التفسير بين قوسين من التآمر لتغييرات في إطار دفع بمزيد من التنمية في الجزائر الجديد؟ السلام عليكم أستاذ جمال، تحية لك، تحية للطاقم المغاربية، تحية لمشاهدي القناة. فك الله أسر المساجين في سجون الطغمة العسكرية. أستاذ جمال، لو تسمح لي يعني قبل أن أتطرق يعني إلى هذا القرار وفيما يخص إذا كان فيه صلاحيات جديدة، أنا فقط يعني أقول أولا ما هو محل إعراب رئاسة الجمهورية، هذه أولا، وما محل إعراب الشعب الجزائري من رئاسة الجمهورية؟ لأنه الناس كلها تعرف أن الجزائر تقاد من الثكنة وليس من رئاسة الجمهورية. الناس تعرف كلها أن الثكنة هي اللي جابت شادلي وهي اللي انقلبت عليه، والناس تعرف أن الثكنة هي اللي جابت بوضياف ثم يعني انتهت منه باغتيال مشؤوم، والناس تعرف أن الثكنة هي اللي جابت زروال وذهبت به، والناس تعرف أن الثكنة هي اللي جابت بوتفليقة وهي من طبقت عليه المادة 102. الكل يتذكر خطاب القائد صالح من الثكنة طبق المادة 102 على بوتفليقة، ثم الناس كلها تعرف أن الثكنة هي اللي جابت تبون. إذن الجزائر تقاد من الثكنة وليس من رئاسة الجمهورية، هذا لنوضح الأمر. ثانيا، هذه رئاسة الجمهورية أصلا هي مؤسسة لا تنتج شيء، وإنما تستهلك أموال كثيرة من أموال الشعب الجزائري الذي لا يجد الحليب ولا يجد الدواء. يعني من اللي جات بون ارفع ميزانية هذه رئاسة الجمهورية إلى حوالي 600 مليون دولار، وإذا أضفنا لها يعني ميزانية رئاسة الحكومة راح تصبح مليار دولار. يعني حتى الإليزي فرنسا الإليزي لم يصل إلى هذه الميزانية. ثم لما نحكي على الصلاحيات، القضية ليست قضية صلاحيات، لأنه في الدستور نتاعهم نتاع هذا النظام الفاسد الفاشل، في الدستور نتاعهم يعطي صلاحيات لما يسمى رئيس الجمهورية. يعني الدستور يقول صراحة أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو القائد الأول في البلاد، وهو وهو وهو. يعني هو لا يحتاج إلى مراسيم حتى زعم يثبت الصلاحيات تاعو المزعومة أصلا. كل ما يقوم به تبون هذه بيروقراطية وتضييع لأموال الجزائريين على هياكل، هو خلق وسيط الجمهورية.
إخلاق المفتشية على ما من قبل على ما على مستوى وعلى مستوى رئاسة الجمهورية. واش بعد 6 سنين هذا واش قدمت هذه الهيئات كلها بيروقراطية؟ يعني في الوقت الذي يتوجه فيه العالم إلى الحوكمة وإلى الرقمنة وإلى الحكومات الإلكترونية، يعني الناس تحكي عن الآن عن الحكومات الإلكترونية، هذا تبون اللي قال لك يعني هو اختصاص في الاقتصاد يبذر في الأموال ويزيد في البيروقراطية. يعني مش هذا تبون نفسه اللي كان يفتخر أن السنة الأولى من حكمه هو يعني إقامة مؤسسات الدولة مثل البرلمان، إذا البرلمان والمجالس المحلية، إذا كان صرفت ملايير من الأموال يعني لإقامة هذه المؤسسات اللي كان يفتخر بها تبون، لماذا يعني يزيد مؤسسات موازية ويعتمد عليها عوض هذه المؤسسات؟ ولكن أليس هذا في إطار بالعكس تفعيل، يعني مثلا مهام مدير الديوان هو متابعة النشاط الحكومي، تحليله، تقديم عرض حال بذلك إلى الرئيس، يعني مجال المراقبة أن الحكومة تقوم ومؤسسات أخرى، ويكلف الرئيس هؤلاء بمراقبة العمل ولتحسين الأداء. بالضبط، إذا كان عندهم نية أنه يتقربوا من المواطن في كل الديمقراطيات، النائب البرلماني هو الأقرب واحد للمواطنين، وكل منطقة عندها نائب هو الذي ينقل انشغالاتها للبرلمان، والبرلمان ينقل انشغالاته للجهاز التنفيذي. يعني احنا شفنا 6 سنين تبون مهبطش للبرلمان للمساءلة، أي ديمقراطية هذه؟ يعني بوتفليقة 4 عهدات مهبطش للبرلمان للمساءلة. إذن هذا هروب من واقع الناس وليس إشراف على أمور البلد، هذا هروب من تبون بالعكس يقول ليس هروبا، وهو يرد عليك. كنت أقول بالمناسبة هذا فيديو من الأرشيف، ولكن يعني كأنه داكتواليتي كما يقول التعبير الفرنسي، أنه تبون يرد عليك ما موقع الرئاسة والشعب، نسمع ما يقوله تبون، وفي سياق طبعا الحديث عن صراع عصب والعهدة الثانية، نسمع ما قاله تبون وعود إليه. أنا قلت لك الناس اللي يقول لك راه استقال والجيش ما قبلوش الاستقالة، واحد يقول لي انا نقول لك شتا خلاص عرفنا على شهرين في الفيديو، شفت الفيديو شهرين ويمشي خلاص الفيديو. لا اله الا الله، والشعب يامن هذه الخرافات. سي 10 ملايين جزائري مشاو باش اسسوا الجمهوريه الجديده، مشاو لصناديق الانتخاب. الناس المحرومين الاكثر حرمان اللي سموا ما تقبلت من ملايين و500، هادو كاع نخدعهم انا باستقاله، هذا لعب هذا. لازم التغيير يكون. سعد كرميش وكانه تبون يرد عليك هذا بعد عودته من المانيا، وواضح عليه اثار التعافي حينها من علاج كورونا، كان يرد عليك وحتى على الجيش وعن الشعب، الشعب وضع ثقه فيه يقول تبون، ولن يخذله ولن يستقيل. شوف، لو كان جينا في بلد محترم للشعب ويقولوا انه نريد كرامه الشعب الجزائري، في هذا الفيديو تبون يشتم الشعب الجزائري مباشره. وش معناه تقول انت الشعب بتاعي يامن بالخرافات؟ انت تحكم شعب يامن بالخرافات؟ انت تسب الشعب الجزائري وتسب ذكاء الشعب الجزائري، ثم هو اللي يحكي على 10 ملايين؟ ماهوش تبون ليوم الانتخابات قال انا لا تهمني نسبه المشاركه ولا يهمني تصويت الشعب الجزائري، وقالها وهو يعرف ذلك، لانه هو لا تهمه اصوات الشعب الجزائري، لانه يعرف ان القايد صالح هو اللي جابيه وان العسكر هو اللي جابيه. والفيديو هذا لما رجع من تبون، لازم نذكر اللي قلت لك، تبون اللي راه يفسد في اموال الجزائريين في رئاسه الجمهوريه، وعامل صرعوفه من المستشارين الفاسدين والمفسدين. طيب لا, 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 لا 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 نعطي احكام، ليس لدينا لا ليس لدينا دلائل على هذا، هم ليسوا في النقاش، رجاء نضع الاتهامات بين قوسين. ثم فيما يخص تبون، قلت تبون كان يقول يعني رمزيا فقط أن هناك إشاعات، كانت هناك فعلا إشاعات يقول أن الناس تصدق، ولا يعمم الشعب وليس بالضرورة شتيمة للشعب.
تفضل. شوف اولا تبون في الفيديو هذا كان راجع من المانيا راح يداوي باموال الشعب الجزائري، ولحد الان ما فيه الشفافيه، يقولون لنا شحال الخزينه العموميه تكبدت من خسائر على علاج تبون. في الوقت اللي تبون خدا طائره فرنسيه باش يعالج في المانيا، كان الشعب الجزائري يموت في المستشفيات من جراء عدم وجود الأكسجين. ثم أنه لما تقول الإشاعات، أين تنتشر الإشاعات؟ الإشاعات تنتشر في البلدان، في الدول التي ليست فيها مؤسسات، يعني ما هيش دولة مؤسسات. احنا نشوفوا وين كان دولة المؤسسات، لما يمرض الرئيس يجيبوا الملف بتاعه ويحكيوا على الناس على المباشر، لما يستقيل واحد يقول أنني استقلت على المباشر وعادي، أو أن حتى البرلمان يطالب وزير أو رئيس بالاستقالة كما يحدث في الدول التي فيها مؤسسات. هذا دليل على عدم وجود المؤسسات. في المقابل، دليل على وجود المؤسسات للرأي الآخر أنه تبون يغير في المؤسسات ويوسع الصلاحات صلاحيات، وإن كانت طبعا قصة الإشاعات ليست بعيدة، وتساؤلات حول خلفيات هذا المرسوم من تبون وتوسيع الصلاحيات قبل عام الانتخابات، ورهان العهدة الثانية. نسمع بالمناسبة ما قاله تبون في حوار سابق لما سئل عن العهدة الثانية. aucune réponse et je n'y pense même pas. nous sommes à peine à deux mois, trois mois après, au-delà de du mi-mandat. C'est trop tôt? C'est plus que trop tôt. Je ne suis pas aux États-Unis. On n'a pas d'élection à la mi-mandat. J'ai fait tout. Ce qui nous reste comme engagement, il me reste deux ans pour terminer les engagements d'Anna. أعود إليك محمد قندوز، ما رأيك تبون وجوابه على العهدة الثانية؟ الأمر ليس مازال، ولكن ظل العهدة الثانية يلقي بظلاله كما يرى الكثيرون على ما يحدث في الجزائر، وخاصة على خلفية هذا المرسوم، ما رأيك؟ اولا قبل الإجابة عن هذا السؤال الأخ جمال، بغيت غير نوضح فكرة أخرى، هو أنه يعني من خلال كاع وشفنا يعني منذ انتخاب السيد الرئيس، وين انه كانت هناك يعني الجائحه تاع كورونا، ثم المرض تاع الرئيس، ثم الانطلاق الفعلي يعني في البرنامج نتاعو يعني يطبقه على ارض الواقع، وشفنا كذلك اللقاءات الدورية اللي كان يديرها الرئيس مع الصحافة والإجابة على كل أسئلة، تقريبا الشعب كامل كان يشهد هذه اللقاءات الدورية. فأنا أعتقد أنه بعد ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات ونصف، هذه التغييرات التي حدثت يعني في رئاسة الجمهورية تقريبا هي يعني جملة من الإجراءات اللي ممكن تزيد من الفعالية، وتزيد من يعني تحقيق البرنامج يعني اللي وعده الرئيس يعني في الحملة الانتخابية تاعه. وكذلك يعني نشوفوا أن هذه الصلاحيات التي يعني احنا نشوفوها تكليف وليس تشريف. لماذا؟ لأنه ربما الرئيس راه يحوس يعني يحط كل إنسان يعني مقابل المسؤولية تاعو في تحمل المسؤولية يعني تجاه عملية التنمية، تجاه الشعب الجزائري. ولهذا فتوزيع هذه المهام وتوزيع هذه يعني الصلاحيات كما يعني ذكرنا آنفا تصب في الفعالية التي يعني تمخض يعني كل هذه الثلاث سنوات يعني بتصير، حتى يعني كشفنا أن الرئيس دائما يقول أن هناك محاولات يعني لمقاومة التغيير. وبالتالي رانا نشوفه في هذه الصلاحيات ونشوفه في هذه المهام الجديدة يعني هي ربما يعني زبدة. ولكن لم يقل تبون بأنه حقق 75% من ما سعى في برنامجه، وأيضا ذهب بعد مسؤولون آخرون حديثا 80%، يعني بعد أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية، بحاجة إلى هؤلاء لتفعيل. هناك من يرى بالعكس أن القصة وما فيها
في تحليلات البعض محمد قندوز أنه المسعى هو تعزيز موقع الرئاسة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مقابل قوى أخرى وأجنحة أخرى لا تريد ربما عهدة ثانية لتبون ولا ترى بأنه حصيلته تعطيه فرصة أو إمكانية الاستمرار، لأن هذا يضر النظام. أجنحة أخرى تحرص على استمرارية النظام، وهذا النظام الجزائري معروف يعني عندما تقترب الرئاسيات تكثر مثل هذه التجاذبات. ما ردك على هذا؟ شوف الأخ جمال، احنا في حزب الكرامة واش نشوفه في مثل هذه الحالات اللي ذكرتها انت؟ احنا كي نشوفه الدستور الجزائري يحدد عهدتين للرئيس، يعني وإذا كان الرئيس حاب يترشح لعهدة ثانية أنا لا أعتقد أن هذا جرما أو أنه سيرتكب يعني خطأ فادح كما يظن البعض. يعني هو حاليا هو رئيس، يعني راه يطبق في البرنامج تاعو، راه يستحدث آليات لنجاعة النتائج اللي راه يحوس عليها في البرنامج تاعو. إذا أراد أن يترشح لعهدة ثانية يعني الدستور ما يمنعوش. نعود إلى فكرة الإشاعات. فعلا هناك إشاعات يعني كثيرة، هناك يعني من يدعي أن هناك أجنحة متصارعة، هناك من يدعي كذا، هناك من يدعي يتكلم عن المؤسسة العسكرية. احنا هذا الخطاب تقريبا السلبي ماهوش جديد على الشعب الجزائري، تقريبا هذا الخطاب تاع الأجنحة وتاع الصراعات وتاع منا احنا نسمعه فيه تقريبا في 30 سنة. ولهذا فالساحة السياسية إن صح التعبير الداخلية يعني ترى غير ما يذكر يعني من الخارج، وغير ما يذكر يعني من في مواقع التواصل الاجتماعي التي يعني تبث الإشاعات وتبث روح الإحباط يعني لدى الشعب الجزائري، وهي يعني ماهيش ناجحة في هذا المساء. على كل حال، لماذا؟ لأنه الشعب الجزائري راه عايش هذا البرنامج تاع الرئيس. الشعب الجزائري راه يشوف في بعض التطورات الملحوظة والملموسة. طيب قد يستمع مواطن، قد يستمع إليك مواطن. الأخ جمال تفضل تكمل فكرة وأسأل. تفضل. عندما أعود إلى الرقمنة كما ذكر ضيفك الكريم، الرقمنة يعني راهي بدات في الجزائر، يعني كاين قطاعات كبيرة اللي مستها الرقمنة. نتكلموا على مراقبة الحكومة في عند البرلمان، يعني كل دورة راهم ينزلوا الوزراء ويعني ويسألون من طرف النواب، وكل وزير يجيب عن الأسئلة. لماذا؟ لأن الوزير هو تقريبا مسؤول على القطاع نتاعو، ويستطيع أن يعطي إجابات آنية للنواب الشعب الذين تقريبا في كل دورة إلا ويرفضوهم من المواطن ومشاكلهم وكل المشاريع التي ممكن تتعثر إلا وتطرحوا يعني في قبة البرلمان. طيب المواطن الآن سؤالي محمد قندوس، المواطن الذي يسمع في هذا الكلام ويقول بأنه إنجازات وأنه موجودة ملموسة في الواقع، المواطن الذي يستمع إليك ويرى طوابير على اللوبيا والعدس وأن الوضع ازداد تدهورا منذ وصول تبون للرئاسة، وأنه الدجاج وصل إلى 60,000 الكيلو 600 دينار، وأنه البطالة تتفشى برغم خطاب منحة البطالة ونماذج أخرى، ما ردك عليه الذي يستمع إليك ويطرح هذا السؤال عليك يعني عبري أنا مثلا؟ تفضل. سأجيبك الأخ جمال. إحنا تكلمنا يعني في حصة سابقة، تكلمنا على قانون الاحتكار الذي يعني صدر تقريبا في حوالي سنة، وتكلمنا عن اللوبيات التي تسعى إلى تكسير كل عملية تنمية في الجزائر، أو عملية التي من شأنها أن يعني تقوم بتغيير حال المواطن البسيط. احنا يعني جزائريين، احنا تقريبا سأجيبك يعني بلقاء بحديث الشعب البسيط. يعني هناك لوبيات تسعى الى تكسير هذا المسعى حتى في المواد الغذائيه، ورغم انه هناك يعني قانون الاحتكار يعني وما يترتب عنه من عقوبات يعني قاسيه ورادعه، ولكن للاسف الشديد لازالت بعض الاطراف تسعى الى تكسير هذا المسعى وتسعى الى بث يعني روح. طيب من هذه اللوبيات مثلا؟ مثلا بقول
من هذه اللوبيات؟ البقوليات مثلا؟ أنا البقوليات حصريا يستوردها الديوان الوطني للحبوب، هو الذي يستورد العدس واللوبيا وبقرار من تبون. من ليس هناك مستوردين آخرين، من يتآمر على من يعني؟ الأخ جمال، يعني نحن يعني نعتقد كما يعتقد الغالبية مما يسمعوني الآن من الشعب الجزائري، لا زالت هناك أذرع للعصابة تعمل في الخفاء من أجل تكسر كل ما تقوم به الدولة الجزائرية من أجل النهوض بالاقتصاد الجزائري، ومن أجل تخليص المواطن من العبء الثقيل لحالته الاجتماعية، وتخليص المواطن من يعني كل ما من شأنه أن يمس حياته الشخصية. طيب واضح جدا هذه الفكرة. الفكرة واضحة بالمناسبة، على ذكر نرجع إلى الأرشيف، يعني وطبعا بصدى الحاضر وفي سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة، في سياق الحديث عن الإشاعات وعن اللوبيات، مدير الإعلام الحالي الذي عينه تبون محمد العقاب كان مديرا لحملة للإعلام في حملة الانتخابات الرئاسية لتبون، وكان حينها يتحدث كذلك عن خطاب المؤامرة ضد تبون وعلى أنه مرشح النظام. نسمع ما قاله حينها. فبعد العديد من المحاولات لاستهداف المترشح عبد المجيد تبون بكل وسائل، آخرها هي الإشاعات التي روجت في مختلف جهات الوطن، والتي مفادها أن مؤسسات الدولة تقف إلى جانب هذا المترشح أو ذاك. الآن رغم موقف الجيش الواضح أن الجيش لن يدعم أي مترشح ويبقى على الحياد، ومع ذلك يصر العابثون بالعقول أن يزرعوا الإشاعات وأن يمارسوا حرب نفسية بعد أن شاهدوا يعني الإقبال الشعبي الذي يتمتع به السيد عبد المجيد تبون، وبعد أن لاحظوا مدى القابلية التي استقبل بها الشعب الجزائري لبرنامجه الانتخابي. لذلك أقول لكم، لا ينبغي أن تخدعكم مثل هذه الإشاعات، إنها مجرد حرب نفسية فاشلة. فالذي يقرر بعد الله سبحانه وتعالى هو الشعب الجزائري يوم 12 ديسمبر إن شاء الله. كان هذا محمد العقاب عندما كان مدير الإعلام في الحملة الانتخابية لتبون حينها، وعين الآن مؤخرا عين وزيرا للاتصال سعد كرميش طبعا، ومحمد العقاب قبل ذلك عينه تبون أيضا عضوا في مجلس الأمة، وكتب مقالا مؤخرا أيضا مثير للتساؤلات، قال بأن هناك أطراف لا تريد عهدة ثانية لتبون وتعرقله، وهناك من يريد حتى سودنة الجزائر، ويعني هذا الخطاب خطاب المؤامرة، يعني خطاب يتكرر مع قرب الانتخابات الرئاسية، رهان كبير العهدة الثانية، ومن يصر على أنه كل ما يحدث كل هذه التجاذبات بما فيها هذا المرسوم الأخير لتبون ليس بعيدا عن الانتخابات الرئاسية المقبلة ورهان العهدة الثانية، في مقابل أجنحة أخرى وطرف آخر لا يريد أو يتآمر كما يقول العقاب على استمرارية تبون في الرئاسة. أولا هذا اللي تحكي عليه هو مش هو اللي قال لنا لما حطوا تبون، حط العسكر تبون في الرئاسة، مش هو اللي قال لنا انتظروا 6 شهور وسوف ترون العجب العجاب، وبعد 6 شهور يعني طردوا تبون ومن بعد رجعوا. هذو ناس فارغين ويقولون كلام فارغ. هذه تاع قضية المؤامرة وما زال فيه أذرع من العصابة تنشر. يا سيدي إذا كان هذا الأمر صحيح، معناه شعار الحراك يتنحاو قاع يعني صحيح. الحراك قال يتنحاو قاع يعني ما يبقاوش هذو الأذرع تاع العصابات. أنتم اللي وقفتوا الحراك وما خليتوش يتمكن من القضاء على كل العصابات، والآن تدعون أنكم تشتكون من هذه الأذرع ومن هذه العصابات. ثم ضيفك يقول هذا اللي في الخارج ووسائل التواصل الاجتماعي تبث الإحباط في معنويات الشعب الجزائري. لا، الشعب الجزائري وقتاش يصاب بالإحباط؟ لما يشوف هذا اللي يسميه رئيس، يشوف الرئيس تاعه يخدم في الأمم المتحدة يقول لهم رايحين نخليه 1,600,000,000 متر مكعب يوميا من ماء البحر، وهو يحل الروبيني تاع الدار تاعه يلقى الحنفية ناشفة. هنا يصاب الشعب الجزائري بالإحباط. الشعب الجزائري بالإحباط لما يكون يحبط، لما يكون ما يلقاش قارور الدواء وما يلقاش دواء لأولاده في المستشفيات،
ثم يشوف تبون يروح يداول في ألمانيا. هنا يصاب الشعب الجزائري بالإحباط. الشعب الجزائري يصاب بالإحباط لما يحط الدجاجة في الميزان ويلقاها تسوى 200,000، وهو دخله اليومي ما يجيش 200,000. هذا هو اللي يصيب الشعب الجزائري بالإحباط، وليس وسائل التواصل الاجتماعي. والذي يصيب الشعب الجزائري أكثر بالإحباط هو لما يشوف الدولة تاعه أو من يمثل الدولة تاعه ناس فاشلين، والدول العالم تضحك عليهم. يعني يشوف رئيس رغم أنه يصرف 600 مليون على المستشارين تاعه وهذه المؤسسات اللي راه يعمل فيها والمكاتب والصلاحيات، واحد ما يقدر ينصحه يروح يقول 1,600,000,000,000 في الأمم المتحدة والعالم كامل يضحك عليهم. الشعب الجزائري يصاب بالإحباط لما تعطيه البريك الصفعة وتقول له أنت دولتك يعني مش مؤهلة باش تكون من الدول المتقدمة. وشفنا الشعب الجزائري كيف أصيب بالإحباط. الإحباط ليس نحن من نحبط الشعب الجزائري، وليس وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما تصرفات هذه العصابة التي تحكم البلد بغير إذن من الشعب الجزائري وبدون شرعية. أما ما يقوم به تبون داخل هذه ما يسمى رئاسة الجمهورية هو مجرد ترتيبات وشراء للذمم وتموقعات تسمح له بالمرور إلى العهدة الثانية، ويعمل بهذا يعمل بها ضغط على أجنحة داخل متصارعة داخل السلطة باش يفوت لي إلى عهدة ثانية. ما توقعاتك إذا هذا الكلام، إذا كان هذا الكلام صحيح، سلمنا جدلنا أنه هذا هو الكلام، يعني ما توقعاتك لهذه الأجنحة لترى هذه يعني هذه التحركات والتموقعات كما وصفتها؟ تبون ليس له خيار، لأنه تبون لو ما يروحش إلى عهدة ثانية سوف يذهب إلى السجن. يعني حتى أول مرة لما جابوا القائد صالح لو كان ما جاش في الرئاسة له في السجن. تبون ليس عنده خيارين، إما يقعد رئيس وإما يذهب إلى السجن. هذا هو شأن العصابات، من يخسر المعركة سوف يذهب إلى السجن، ومن يربح المعركة هو الذي يسيطر على كل شيء. ولكن تبون كان يتحدث عن الشعب، وعن الصندوق، كان يتحدث عن الشعب والصندوق هو الفيصل يقول. لا تبون يعرف أنه تبون نفسه قالها فمه، هو لا يهمه عدد المصوتين ولا يهمه نسبة التصويت، هذه هو قالها فمه، ليس أنا من أقولها. في الجزائر ليس الصندوق هو من يجعل لك رئيس أو وزير أو برلماني، وإنما هو ما تفرزه الدوائر المظلمة داخل الإدارة، وتبون يعرف ذلك والشعب الجزائري كله يعرف ذلك. أنا أقول لك مثلا علاش تبون، احنا شفنا لما جابوا تفليقة بعد عهدتين يعني جاب المخابرات جعلها يعني ملحقة برئاسة الجمهورية، لما أطاح به القائد صالح قام بالعكس ذلك، يعني خضعوا مصالح المخابرات ولا تابعة إلى العسكر. الآن في كل هذه الترتيبات وفي هذا المرسوم، هل تبون رجع المخابرات إلى رئاسة الجمهورية أو ما رجحهاش؟ المخابرات الداخلية تابعة للرئاسة الآن، أصبحت تابعة للرئاسة، بينما طبعا هناك والتعيينات للمدراء المخابرات يقوم بها تبون قائد العالي للقوات المسلحة. لا، لحد الآن الجزائر ليست لها قائد للمخابرات. أنا أقصد قائد المخابرات يعني الباترون اللي يجيري المخابرات. هناك مخابرات الداخلية عندها هناك قائد للمخابرات الداخلية لك العياط أو مجدوب عياط بالأحرى، ولك العياط سابقا في قبل أيضا بتشين، هناك مدير مخابرات الخارجية أيضا جبار مهنا، هناك وهناك مدير مخابرات الجيش كذلك. طبعا تغييرات إلى درجة لم يعد يحفظ الجزائريون أسماء مدراء المخابرات، لأنه كل شهر أو شهرين أو بضعة أشهر يتم تغيير مدراء المخابرات، ولكن مخابرات جزائرية معروفين مدراء. نعم بالضبط، يعني وهذه هي ليش قلت لك أنا الجزائر ماهيش دولة مؤسسات. إحنا لا شفنا مدير CII لما المرة اللي فاتت معاه منتكلم،
تكلم مع الشنقريحة، وهذه ما تصرى في حتى دولة، حتى في الدول المتخلفة، لأن الشنقريحة قائد أركان، وهذا يعني منصب تقني، مفروض قائد مخابرات دولة يتكلم مع قائد مخابرات دولة أخرى. هل شفنا احنا قائد مخابرات الجزائري هو اللي تحدث مع مدير CIA؟ لا. إذن حتى يعني هذه الدول تعرف تركيبة هذا النظام وتعرف تركيبة الصراعات اللي فيه، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بما ستؤول إليه الأمور. ولذلك نشوف الأهم وأهم شيء هو أنه بعد ربع سنوات ما فيهش مستثمر واحد جاء للجزائر، وما فيهش استثمارات، لأنه ما فيهش استقرار. كما كنت تحكي أنت تعرف تقرير الأمم المتحدة وميش لفامي تاع الاستثمارات لزيديو هذا المباشرة في الدول. الجزائر في سنة 2020 إبان الكورونا كانت 1.4 مليار دولار، في سنة 2020 هبطت 980 مليون دولار، يعني ما لحقتش مليار دولار، وفي سنة 2022 لحقت إلى 89 مليون دولار، يعني ما جاتش 0.1 من المليار دولار، ما جاتش واحد من عشر المليار دولار التي استقبلتها الجزائر كاستثمارات. وهذا ما كنا نحذر منه، أن هذه الخلافات وأن هذه الصراعات وأن هذا تأسيس اللا دولة وغياب مؤسسات الدولة سيفقد الجزائر يعني ثقة في المستثمرين. ولما عملوا قانون الاستثمار وأنا خرجت معاكم هون وقلت بأنه سوف لن يأتي أحد. طيب. والمستثمرين لن تغريهم القوانين ولكن يغريهم الاستقرار، وهذا الذي حدث، والأرقام يعني أصدق أنباء من الكذب. طيب أعود إليك محمد قندوز، ما رأيك هذه الصورة؟ طبعا صورة الصراعات، وأنت قلت اعترف بأن هناك فعلا كما وصفت إشاعات عن هذه الصراعات، يعني ألا تبدو يعني واضحة في الخلفية مع احتقان سياسي ووضع اقتصادي كذلك تثار حوله التساؤلات، ولا يمكن تبديدها بقرارات أو بخطاب كما يرى كثيرون؟ ما ردك على هذا؟ والله الاخ جمال، في كم مره احنا يعني نعاودوها انه بعض الخطاب المعارض الذي يفتقد للمصداقيه، يعني وفيه بزاف المغالطات، هذا اللي دائما رانا نوقع في هذا الاشكال. وربما سنبتعد عن شخصنا قليلا ونحاول ان نتكلم عن الموضوع بحد ذاته. فإذا كان يعني الناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، فذاك شيء آخر. يعني إذا تكلمنا عن الشأن الداخلي، احنا رانا هنا في الجزائر ونعاودوها ونكررها، إذا تكلمنا عن كل المشاريع، وإذا تكلمنا على كل الإنجازات، وإذا تكلمنا على كل واش راه عايش الشعب الجزائري، والله غير ما يذكر. يعني احنا رانا نتعجبوا احيانا نقصوا موضوع ونتكلموا فيه ويعني ونمد فيه يعني الأدلة والحقائق، وبعد مدة يعاود يرجع نفس اللغط ونفس يعني المغالطات، يعني كخطاب وكأنه هو الخطاب الرسمي. إذا نتكلموا مثلا على مؤسسات الدولة، هذا المفروض الذي يتحدث عليه الغير، هذا المفروض يعني الجزائر عندها مؤسساتها، والجزائر يعني عندها سيادة في تسيير المؤسسات نتاعها. لماذا يعني يفرض علينا مثال لدولة أخرى؟ يعني كل دولة عندها دستورها، كل دولة عندها طريقة تسيير المؤسسات نتاعها، كل دولة عندها الإطارات نتاعها، كل دولة عندها يعني كيشوفوا مثلا رئيس فرنسي أو رئيس أمريكي عندما ينتخب ويغير يعني كل المحيطين به، يعني ويستدعي يعني الرجال الذين يثق فيهم ويستحدث مديريات، يعني كل هذا يعني شيء عادي عندهم. ولما يحدث في الجزائر ونكون أن المؤسسة الجزائرية يعني تستحدث آليات للمراقبة، وتستحدث آليات يعني لمتابعة المشاريع، وتستحدث آليات لجلب أهل الاختصاص من أجل يعني المرافقة التقنية والمرافقة القانونية والمرافقة يعني الجادة في يعني لنجاعة أي مشروع ولنجاعة أي قانون،
يعني يظهر لهم وكأن الجزائر تقوم يعني بابتداع. ولهذا ف يعني احنا نشوفوا في الجزائر كي يتكلموا على واش راه عايش الشعب الجزائري يعني ضد كل يعني خطاب المغالطات وضد كل يعني نتكلموا الاخر يقول لك الدواء ومد يعني الجزائر. شوف يا اخي جمال احنا كي نشوفوا عندنا 58 ولايه في كل ولايه الا وفيها ثلاثه او اربع مستشفيات كبيره مجهزه باحدث الاجهزه، راه عندنا بطاقات شفاء يعني بطالين يعني يروحوا يجيبوا الدواء باطل. هذه ما شافوهاش هاد الناس اللي راهم دائما ينقصوا من قيمه الجزائر تجاه الشعب نتاعها. عندنا منح البطاله التي استحدثها الرئيس مؤخرا، لانه هناك يعني خريجي الجامعات حاليا راه عندهم منحه البطاله وعندهم يعني ادماج يعني تقريبا نقولوا قبل ما يكون منصب الا وتسيب يعني شاب يعني جامعي يعني في التخصص نتاعو يعني في العمل الاول نتاعو وين يستحدث منصب ويروح يعمل يعني كل، وخاصه قانون الاستثمار اللي تكلم عليه ضيفك القانون الجديد يعني فيه يعني صلاحيه كبيره للمستثمرين. حتى وين كاين بعض الشباب الحالي اللي راه مستثمر يعني في الصحراء ومستثمر في الفلاحه ومستثمر في الصناعه ومعدل النمو يرتفع. يعني كل هذه الايجابيات يعني ما نقدروش يعني احنا نطالبوا يعني بقليل من النزاهه. هذا الناس يعني احنا نتمناو ان يعني يكونوا موضوعيين في النقد نتاعهم ويكون يعني على الاقل يعطينا ايجابيه ويجيب لنا 10 سلبيات. معليش بصح يعني من يعني في كل الخطاب يعني هو خطاب سلبي وسوداوي وخطاب يعني وكاننا نعيش في الباديه، فهذا لا يقبله العقل. احنا قلنا ان مؤسسه الرئاسه استحدثت يعني مديريات، استحدثت يعني صلاحيات واسعه يعني من اجل الدفع بعمليه التنميه. اما الشعب الجزائري رغم ما يحدث ورغم بعض الخلل، احنا دائما نقول اننا يعني لم نصل الى المثاليه، لم نصل الى يعني المبتغى، نحاول ان نكون يعني في مستوى ما يقوم به الرئيس تبون، نحاول ان يعني ان نرافق هذه المشاريع. واذا حدث هناك خلل رانا يعني كما يقول المثل يعني وين ما يكون سلبيات رانا نشير الى السلبيات، وين ما تكون يعني ايجابيات نتكلم عن الايجابيات. ولكن انك يعني تحط يعني الساحه يعني تاع بلادك تحطها يعني في يعني ان صح التعبير في فوهه بركان يعني كما قال الرئيس يعني بالاشاعات وبمحاولات التغيير وببث روح الياس، فعلا هناك خطاب يسعى عبثا نقول عبثا لبث روح الياس، ولكن ما يحدث يعني في الجزائر غير ما يقوله يعني الناس اللي طيب ما يحدث في الجزائر. لماذا؟ لان ما يحدث في الجزائر سؤال اخير نختم به وباختصار سعد كرميش لو سمحت، ما يحدث وماذا سيحدث؟ حدث ان تبون اصدر هذا المرسوم، طبعا يثير التساؤلات، الانتخابات ستقترب، هناك من يتحدث عن ديجا فيو نفس المشهد في الجزائر مع اقتراب انتخابات رئاسيه، وربما هذه المره بشكل اكبر تكثر التجاذبات. ما توقعاتك؟ ماذا سيحدث؟ الى اين هذا الصراع؟ قبل لو سمحت في عجاله الاستاذ جمال، كان ضيفك يحكي على الولايات المتحده الامريكيه وقال لك الرئيس عنده صلاحيات. احنا نشوفوا بايدن يهبط في الكونغرس يسالوه نواب الشعب، هذه ما كانش في الجزائر انا كنت نحكي عليها. احنا نشوفوا بايدن والله الرئيس الامريكي لما يعين رئيس المخابرات يهبط رئيس المخابرات الغرفتين ويسالوه بالساعات يعني عن الامكانيات نتاعو، يقارن بالولايات المتحده الامريكيه دوله مدنيه. هل يعرف هذاك ضيفك انه في 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 امريكا رئيس البلديه يعني المير المنتخب هو الذي يعين مدير الشرطه وليس مدير الشرطه من يخيف رئيس البلديه؟ طيب. ثم نجي لسؤالك، يعني تقول ما الذي يحدث؟ انا نقول لك لما قال لك احنا نقولوا باللي الامر سوداوي، احنا في نهايه 2023 كنت معاكم وناقشنا قانون الميزانيه وقلنا فيه 42 مليار دولار وكانوا يفتخروا انه في سنه 2023 سوف لا يلجؤون الى قانون ماليه تكميلي، 100 مليار دولار صرفوها والشعب الجزائري ما شاف حتى انجازات، ورغم ذلك 100 مليار دولار صرفوها في 9 شهور الاولى، والان اضطروا باش يديروا ميزانيه جديده بحوالي 9 مليار دولار
مليار، يعني 137 ألف مليار سنتيم. يعني ضيفك يقول لك ما على بالكمش واش راه صاري في الجزائر وحنا عايشين في الجزائر. هذه أرقام مهمة، 137 ألف مليار اللي راهم اللي زادوها في الميزانية. منين رايحين يجيبوها؟ رايحين يطبعوها. واش معناها يطبعوها؟ تمويل التضخمي، معناها راح يزيد التضخم، معناها رايحة ترتفع الأسعار، معناها رايحة تنهار القدرة الشرائية. أنت سؤالك الأستاذ جمال تقول واش راح يحدث؟ أنا نقول للشعب الجزائري صراحة، هذا موش خطاب تيئيس، يعني سنة للأسف الشديد الشعب الجزائري سوف يستقبل سنة 2024 من الناحية الاقتصادية سوف يستقبلها بزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية. من الناحية السياسية سوف يستقبل الشعب الجزائري سنة 2024 بعدم استقرار السياسي الناتج عن كثرة الصراعات وعن وصول الصراع يعني إلى 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 حدوده القصوى يعني مع موعد ما يسمى انتخابات 2024. هذين الأمرين سيؤثران بالسلب، ما هيش احنا اللي نقوله كل شيء. ولكن في المقابل أعطيك الرد الآخر بلغة الأرقام، بالعكس الوزير المالية زاد 10 ملاير على وزير الأول. الوزير الأول قال قبل أيام أنه الناتج الإجمالي الجزائري البي بي أو الجي دي بي قفز إلى 235 مليار دولار. تبون كان قبلها قال بأنه سنصل إلى 225 مليار دولار، زادها وزير المالية بالعكس، قال الآن الأرقام بنهاية 2023 سيزيد الناتج الإجمالي إلى 235 مليار دولار، وعندنا فائض كبير في ميزان التجاري، وأن أسعار الغاز والنفط ترتفع هذه الأيام في الأسواق، وبالعكس يعني صورة وردية في المقابل. شوف كلام فارغ، أنا نقول لك الأفامي قال البي بي تاع الجزائر 187 مليار دولار، والأفامي ما جابهاش من عنده، أعطتها له الحكومة. إذن هو ما أعطاه للأفامي رقم 187 مليار دولار، وتبون قال 225 مليار دولار، وهذا اللي يسميه رئيس الوزراء تاعو خرج وزاد طلعها 235 مليار دولار. انا اتحداهم فقط يقولوا لي عندهم طريقه حساب الناتج المحلي الخام، في ثلاث طرق يحسبوا بها الناتج الخام، كاينه طريقه المصاريف وطريقه الانتاج وطريقه القيمه المضافه، هذه هي ثلاث طرق يحسبوا بها الناتج المحلي الخام. يقول لك الشفافيه، ولا مره قالوا وباي طريقه يحسبوا الناتج المحلي الخام في الجزائر. طيب طبعا هناك تعليق بالمناسبه من مقري، وتم انتقاده في صحيفه الاكسبريسيون، صحيفه المحسوبه كذلك على الرئاسه، قال اذا بلغه هذه الارقام، مع انه يعني معناها النمو في الجزائر بلغ 15%، يعني تضاعف ثلاث او اربع مرات. طبعا الرقم الرسمي بحسب وزير الماليه هو 5%، مع انه صندوق النقد يقول 2.1% فقط نسبه النمو. لا، لانه حتى الجي دي بي هذا لما نسبه النمو فيها مؤشرات، نحسب نسبه النمو خارج المحروقات هي سالبه. لو كان نحسب نسبه النمو بالمحروقات هي سالبه من ناحيه الانتاج وموجبه من ناحيه الكميه، واش معناه النسبه اللي زادت الاستاذ جمال ليست متاتيه من رفع الانتاج وانما متاتيه من ارتفاع الاسعار. هل تعرف الاستاذ جمال انه مثلا زوج ملاير اللي تاخذها وزاره المجاهدين يحسبوها في في في, في الناتج الخام؟ هل تعرف ان 7 ملاير اللي ياخذها الامن ولا الشيء يحسبوها في الجي دي بي؟ هل تعرف ان ال 20 مليار دولار اللي يقطعها الجنرالات ميزانيه العسكر هذه حاسبينها في الجي دي بي؟ طيب على يعني كل إن الموضوع يحتاج في اعتقادي مزيد من التفصيل، نستضيفك ربما في قريبا في حصه ونخصص حصه خاصه لهذه الارقام وللاقتصاد. شكرا جزيلا لك سعد كرميش المختص في الوقايه من التامين من المخاطر، كنت معنا عبر خدمة سكايب من مونريال، والشكر موصول كذلك لمحمد قندوز الأمين الوطني المكلف بالإعلام بحزب الكرامة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحصة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.